اللي صار كان مؤلم وما كان في خطر مباشر على البلد، والفتنة وقفناها، لكن لو ما توقفت في بداياتها كان ممكن تأخذ البلد باتجاهات صعبة لا سمح الله. من البداية أنا قررت نتعامل مع الموضوع بهدوء، لكن كلكم للأسف بصورة اللي صار وكيف خرجت الأمور من هذا السياق. على أي حال، كأب وأخ لكل الأردنيين وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم اللي كلنا فيه، بدنا عائلاتنا حولنا، الإخوان المعنيين بطلب منهم يشوفوا الآلية المناسبة حتى كل واحد من أهلنا اللي اندفع وتم تضليله وغلط أو انجر وراء هذه الفتنة يكون عند أهله بأسرع سرعة. لكن يا أخواني، اللي صار من أمور محزنة من غير تفكير بالنتائج ما بهزنا. بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ما إلها حدود. أنا واجبي وهدفي والأمانة اللي بحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهاي هي الأساس اللي حددت وبتحدد تعاملنا مع كل شيء. أهلنا بيواجهوا ظروف صعبة، والأولوية هي تطوير أداء مؤسساتنا وإن نخدم شعبنا العزيز ونحقق طموحاته.